بنا اهلا بكم في ملف جديد. مخاوف من عدم قدرة بلدية إربد على دفع رواتب موظفيها عن شهر أيار وحزيران المقبلين. طبعا عدد موظفي البلدية يقارب 4000 موظف، تقدر رواتبهم السنوية بعشرين مليون دينار أردني. هذه المخاوف بدنا نناقشها مع عطوفة المهندس حسين بني هاني رئيس بلدية إربد الكبرى. عطوفتك مساء الخير. مساء النور يا سيدي، الله يعطيك العافية. اهلا بك. يعني كانت لك تصريحات حول هذا الموضوع، ما هي القصه يا سيدي؟ بارك الله فيك. طبعا الكل بيعلم انه احنا بنمر بجائحه، وكل العالم بمر فيها طبعا. نعم. هي من يعني النتائج السلبيه لهذه الجائحه، نقول انه العالم كله بيعاني من ركود اقتصادي ومن وضع سيء من اغلاقات وغيره، وهذا انعكس طبعا اكيد على الاردن بشكل عام، والكل عايش الاغلاقات وعايش الضرر اللي قاعد بحصل على غالبية التجار، غالبية المواطنين، غالبية المستثمرين، والبلديات جزء من هذه الدائرة. خنقول البلديات مش زي باقي الدوائر الأخرى اللي خنقول بالكورونا صار فيه الأغلاق أو تعطلت مشاريعها، تقدر توقف مشاريعها وعطاءاتها، لأن البلديات هي بلديات خدمات، يعني لازم تظل قائمة بعملها على مدار الساعة. يعني احنا أهم عمل اللي بتقوم فيه البلدية إربد هو أهم البلديات عفواً هو عملية النظافة. عملية النظافة هي بتكلف بلدية إربد مش أقل من 11 مليون دينار من رواتب موظفين البيئة، كابسات للمصروفات المحروقات وغيره. البيئة لم تتوقف لثاني واحد حتى بالإغلاقات الشديدة، كانت دائرة البيئة بكل كوادرها لما يقارب 1200 موظف مع كابسات مؤلياتهم كانوا داومين على مدار الساعة بكل الأوقات. نعم. اثنين، في كوادر بالبلدية لكوادر الصحة اللي بتتابع المطاعم والإغلاقات وتنفيذ الأوامر السلام العامة، وفي كوادر برضو اللي كانت مسؤولة عن عمليات الرش والتعقيم لكل المستشفيات والمراكز الأمنية والدوائر والأسواق وغيره والمناطق. ففي أعمال مطلوبة بالبلديات إنها ما بتوقفت ولا لحظة، فلازم يظل على مدار الساعة شغالة، وهي بدها تكلفة، بدها أمور مالية. نعم. اثنين، صار في تقصير طبعا معذور خنقول من اخواننا المواطنين، انه في البلديات لها مصارع على الاخوان، إن البلديات للعلم هي بتمول حالها بحالها. يعني البلديات هي ميزانيتها مشكله من ايرادات اللي بتجيبيها من رخص مهن وانشاءات ومسقطات ورسوم ضرائب وغيره وعوائد تنظيم وغيره، فهي بتعتمد على نفسها. نعم. فقط اللي بتاخذه من الحكومه، وفقط هو بالقانون مشروع مش مني، من الحكومه للبلديات، اللي هو رد المحروقات، نقول عوائد المحروقات بسموها. وهي النسبه ما تقارب من 200-280 مليون دينار، بفرقوها على 100 بلديه. كل بلديه لها حصتها، ومن على سبيل المثال بلديه إربد لها 80 مليون دينار من هذه الحصه، وهذا حق مشروع للبلديات موجود في كل بلديات العالم، لأن الشوارع اللي بتستعملها السيارات وتستهلك المحروقات هي البلدية اللي بتزفت هذه الشوارع وبتصينها وبتخدمها من إنارة لزفت إلى تعبيد لغيره. نعم. فهو حق مشروع. اللي صار إحنا أن الحكومة وللأسف أنه عام 2020 بداية الجائحة أنه قاموا من هذه العوائد 50%، وردوا السنة هاي ردوا كرروا 50% برضه، وهذا سوا يعني فنقول يعني ضرر كبير على البلدية. يعني تحكي أنت عن 8-10 مليون دينار والبلدية إخوان المواطنين بتفعوش اللي عليهم، لأنه محلات ما ترخصتش. يعني المملكة عن 22,000 رخصة محل في إربد، اللي رخصوا لغاية هذه اللحظة لا يتجاوز 4,000 محل، وما تقدر تروح تغلق أنت 20,000 محل، يعني مش ناقصنا نساوي ردة فعل أو دوشة أو كذا. إلى من يجي عن الناس مسقطات ورسوم وأبساط، ما حدا ملتزم ولا حدا دافع، عابرين الناس إنه منمر قاعدين بوضع سيء. للأسف إن الحكومة زادت الوضع سوء لما حجبوا عنا عوائد المحروقات. لازم بالعكس، سنة 2020-21 كان في دعم زي ما بدعموا بعض المؤسسات اللي ضررت من جراء الجائحة، لازم ندعمت البلديات، لأن البلديات لا يمكن توقيف عملها، إذا توقفت ليوم واحد راح يصير في كارثة بيئية بالبلد. نعم. للأسف إنه بدال ما يدعمونا حتى خصموا اللي إلنا اللي هو حق مشروع إلنا. فاحنا لما حكينا امبارح ما حكيتش انا عن بلديه إربد، حكيت عن غالبيه البلديات وبالتنسيق مع رؤساء بلديات المملكه، انه الوضع اللي بتمر فيه بلديه إربد هو بتمر فيه كل بلديات المملكه، وبالتالي هذا الذي تتكلمون عنه يمكن ان يعمم على سائر البلديات، انه ممكن تكون في ازمه رواتب. اكيد احنا لما حكينا عن كل بلديات المملكه، والوزير معالي الوزير بعرف بالموضوع، وكل رؤساء البلديات من 4 أشهر 3 أشهر احنا بنحكي معه
في هذا الموضوع. كل بلديات إن كانت الصلق أو الكرك أو المفرق أو الرمثة، كل بلديات المملكة حكمها بنفس الموضوع، إنه إخوان المواطنين محجمين عن دفع اللي عليهم، ومن يقدر يشتكي عليهم؟ ليش نشتكي 10 مليون مواطن؟ وعوادم محروقات لما بتقيموها عنا يعني بيسوونا ضرر كبير جدا، راح يؤدي إنه يجي شهر ما نقدرش ندفع رواتب، مش لشهر. أنا اللي حكيته مش شهر 5 و 6، أنا حكيت اعتبار من شهر 5 أو 6 وطالع، راح البلديات تعجز عن دفع رواتب الموظفين. والموظفين احنا اللي بحكي عن بالبلديات يقل عن 30 إلى 40 ألف موظف، بتحكي عن كل موظف عنده أسرة من 5 إلى 7 أفراد أو غيره، وملتزمين بأجارات بيوتهم بأقساط للبنوك وغيره وهذا. طيب عطوفتك أبلغتم الحكومة عبر وزارة الإدارة المحلية، ماذا كان عبر الوزير؟ عاد احنا مديش الوزير بلغ الحكومة أو ما بلغ الحكومة؟ لهذا السبب امبارح أنا وجهت نداء إلى رئيس الحكومة مش للوزير، إنه لأنه حكينا مع الوزير أكثر مرة بس ما كان في أي تجاوب. امبارح كان النداء موجه لرئيس الحكومة إنه يسعفوا البلديات، إن الوضع سيء وراح البلديات من هون لشهر شهرين تعاني من تأمين رواتب الموظفين. طيب ما يعني ما هي مقترحاتكم في هذا الصدد؟ ما هي المقترحات؟ كيف يمكن للحكومة أن تساعد البلديات؟ يعني أول شيء عوائد المحروقات يرجعوها للبلديات. أي واحد بين في بيجي قاعد منح أو دعم للحكومة لدعم القطاعات اللي ضررت والبلديات على رأسه، يحاولوا جزء من هذا الدعم للبلديات. ثلاث، البنك تنمية المدن والقرى اللي هو مسؤول عن البلديات برضو بقدر يقرض البلديات. يعني إذا بالفترة هاي ما أقرض البلديات، والبلديات كلها قادرة إنها تسد ديونها. يعني كيف بلدية إربد عندها ممكن كانت تتجاوز 300-400 مليون دينار، بس للأسف ما قدرش ندين دينار واحد إحنا من البنوك غير من عن طريق بنك تنمية المدن والقرى. فأما لا بقرض البلديات ويسدوا وبعدين يتقسطون يدفعون لما بنفرج الوضع، أو يحولوا جزء من هذه المنح اللي تيجي. والأهم من هذا إنه عوائد المحروقات يجب أن تصرف كاملة، لأنه هاي عوائد المحروقات يعني كل الوزراء السابقين كانوا يقولوا هذا خط أحمر، يعني راح البلديات تنضرب إذا حجم هذا المبلغ عن البلديات. للأسف نفذوه. فهذا التصريح للأسف إنه هاي اليوم حد البلديات مع جمهور التصريح أو كذا. فاليوم أطلع قرار روحوا البلديات وريحونا. نعم. طب يعني الآن في موضوع الدخل، دخل البلدية، إذا بدنا نعمل مقارنة قديش كان دخلكم في السنوات الماضية وقديش تأثر؟ كان إحنا دخلنا بال 2019 بدأ يرجع للميزانية الموجودة في الوزارة 52 مليون دينار. ميزانيتنا في سنة 2020 لم تتجاوز ال 40، والسنة هاي متوقعين ما يتجاوز 35-38 مليون دينار. يعني في نقص ما يقارب 30-35%، وهذا كارثة. يعني أنت في مصاريف تشغيلية وفي رواتب عندك عدد موظفين بلدية إربد على سبيل المثال 4000 موظف، رواتبهم مع المصاريف التشغيليه مطلوب حد ادنى 36 مليون دينار ل 38 مليون دينار. تأمن. فالوضع ان شاء الله ان اكون غلطان، ان شاء الله ان اكون الوضع يكون افضل من هيك، لكن هي توقعات واحنا علينا واجبنا ان ننبه فقط. ما هي ايش هي مشاريع البلديه الان المتوقفه بسبب الجائحه؟ كل المشاريع كلها سيدي، يعني كنا شغالين مشاريع مسلخ لحوم ودواجن، مسلخ السوق المركزي، معظم هذه المشاريع كلها توقفت، لأن حتى الجهات اللي كانوا يتعاملوا معنا توقفوا تعاونهم وقلت تنتهي الجائحة ونكمل شغلنا معكم. فمعظم مشاريعنا، الدولة طبعا أطلعت قرار العام شهر 4 يمنع عن طرح العطاءات، توقف الشغل حتى عن البلديات إن يعني اللي تقوم فيه الخلطات الإسفلتية وفتح الشوارع أو تصريف مياه الأمطار، كله توقف شبه. طيب كان اليوم في قرار الحكومة بحل المجالس البلدية، وقالوا بأن الانتخابات في منتصف شهر 8، وايضا في تصريحات بانه اللجان المؤقته سوف تباشر عملها غدا. هذه اللجان المؤقته يقال بانها تشكل وفق معايير خاصه، ما هي هذه المعايير؟ طبعا بده يكون في ناس مختصين كنقول او لهم خبرتهم في اداره البلديات، لما تحكي عن بلديات كبرى ما بقدر يحطوا اي شخص يدير بلديه بهذا الحجم قاعد يخدم مليون وربع مواطن، فيها 4000 موظف، فيها كوادر واليات ومسؤول عن واجبات كبيره مطلوب منها. فبدها ناس مختصين، اكيد الكوادر هم مقادرين طبعا بحط شخص يعني اللي يقدر يتعامل معهم يتفاهموا وياهم. هلا التوجه كانه يعني اذا سمحت تعالي اني اجتهد، وكانه التوجه انه الحكام الاداريين او مساعدينهم او نوابهم هم اللي يديروا البلديات، البلديات الكبرى خلينا نقول المركزيه، والمناطق التابعه للبلديات على سبيل المثال بلديه اربد فيها 23 منطقه تابعه لها اللي هي ادون الحصن الصريح مغير بشرى وسار وغيره. هاي المناطق غير الموظفين بلديات، يعني كل منطقة فيها مدير وكوادر بلدية.
بجوز في صعوبة أن يوفروا كوادر بهذا الحجم لكل المناطق ولكل البلديات، فبجوز الكوادر تكون فقط للبلديات المركزية وباقي المناطق يديرها موظفين بلديات بالتعاون مع المركز. طب هو بحسب القانون مش يعني مش مبكر قبل 4 شهور ولا هو هيك القانون؟ والله لا، القانون واضح، القانون مجالس تسلم مجالس. لكن ما بدريش يعني هي جرت عادة زي ما يقولوها يعني تعودوا عليها انه روح المجالس قبل. طبعا يعني كان بالنسبه لي خطا كبير جدا انك تروح المجالس قبل 6 اشهر من الانتخابات، لانه القانون بيسمح انه جاي مجلس النواب نفس القانون انه المجالس تسلم مجالس، او حد ادنى اذا كيف تتجاوز القانون يتجاوز بشيء يعني منطقي انه تحل المجالس قبل 2 أو 3 شهور مش قبل 6 اشهر. وخصوصا اننا في ظل هذه الازمه يعني ممكن اصلا الانتخابات تؤجل اذا تطور الوضع الوبائي لا قدر الله. يعني علاش كان الاستعجال؟ انت كان لازم انه كان انتظروا لشهر 6 7 اذا الوضع تحسن الوبائي خلينا نقول يعني، وان شاء الله راح يتحسن ان شاء الله، فبتحل المجالس وبتساوي انتخابات. يعني شو تضمن ان الوضع لا سمح الله يزداد سوء وتخلي انت لجان مش مؤهله ومش فاضيه لما بتقول انت محافظ او مساعد المحافظ؟ هو عنده مهمات كبيره وعنده وشغله وكذا، ما بيقدر يتفرغ للبلديه. اما هو بحسب القانون المجلس يسلم مجلس. لا، بحسب القانون المجالس يسلم مجالس. هذا تجاوز القانون راح يطلعوا امر دفاع او شيء زي هيك انه يوقف العمل بامر قانون البلديات، لانه مش قانوني اللي طبعا حل البلديات قبل وقته. نعم، سعادة عطفة المهندس حسين بنيهاني رئيس بلدية إربد الكبرى، شكرا جزيلا لك. شكرا.